البيت 0.3 جوه كام؟ تمام صح؟ حد معترض؟ نعم. طب بس البايت 0 جوه كام؟ كلمني بالباينري، كلمني بالباينري، البايت 0 جوه كام؟ 0001. طيب 0001 يعني مش نفس الرقم صح؟ اول مشكله خد بالك ان نفس الرقم الحاجه اللي انت كتبتها، نفس القيمه اللي انت كتبتها قريتها من على سايز طلعت حاجه، قريتها من على سايز ثاني طلعت رقم ثاني خالص، ريته هيقول لك لا ده هو هيسيبك تاخدها ويسيبك تبوظ الدنيا، هو ملوش دعوه انت اللي عايز تعملها كده. ولو قريتها من على وورد زيرو طلعت ايه؟ صفار 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 واحد، يعني رقم ثاني خالص، دبل وورد زيرو صفار صفار واحد، يعني رقم غيره كمان. فاول حاجه تاخد بالك منها النقطه دي. طب لو انا عايز اعمل حاجه تريحني شويه، يبقى قريته من على بيت يطلع هو هو لو قريته من على بايت ازاي؟ عايز اخلي ان انا لو قريته من على بيت يطلع هو هو لو قريته من على بايت، احطه في انهي بيت؟ لا قول اسمه، مش ما اسموش واحد 0.0. البيت 0.0 جوه كام؟ والبايت 0 جوه كام؟ صح؟ يعني لو انا عندي حاجتين في البي ال سي شغالين عايز اشغلهم بنفس القيمه اللي عندي، يفضل احطها خاصه لو الحاجتين دول بيت وبايت، احطها في اول بيت قريته من على البيت طلع واحد، قريته من على البايت طلع واحد اصفار اللي هو برده كده كده ايه؟ واحد. بس من على وورد لا، اعمل ايه؟ اسمه ايه البيت؟ 1.0. يبقى من على البايت طلع من على البيت طلع واحد، من على البايت واحد طلع واحد، من على الوورد 0 طلع ايه؟ واحد. عايز اخليه في جميع المقاسات زي بعض يبقى ايه؟ 3.0. على بيت 3.0 طلع واحد، على بايت 3 طلع واحد، على وورد 2 طلع واحد، على دبل وورد 0 طلع ايه؟ بشرط ان ده كله يكون ايه؟ فاضي صح؟ صار. ففي نقطة أنا عمليا في البي ال سي عشان أقنعك إن يعني لو فهمت دوت هتقتنع قوي باللي هقوله دلوقتي. إحنا وإحنا شغالين، في حد عايز ينقل؟ لا. وإحنا شغالين أوقات هاجي أنقل من سايز لسايز تاني، يعني مثلا هبقى مضطر وهقول لك ليه؟ عايز أبقى أنقل من سايز بايت للورد. للأسف البي ال سي ما يعرفش ينقل من بايت لورد. ما يقبلهاش، يقول لك ده غير ده كسايز كحجم. فما نقلش من سايز لسايز مختلف، حتى الامر اللي بينقل اسمه موف، امر موف. امر موف هتلاقيه في البي ال سي بينقل من بايت لبايت او من وورد لورد او من دبل وورد لدبل وورد. العمليات الحسابيه تجمع بايت مع بايت او تطرح وورد مع وورد او تقسم دبل وورد مع دبل وورد مثلا. امر شيفت يشفت من بايت لبايت من وورد لورد من دبل، يعني مش هينفع تلاقي اي بلوك في البي ال سي بيتعامل مع اثنين سايز مختلفين خالص. كي طب انا عايز اضحك عليه، ما انا مضطر، انا فعلا واقعيا هاجي في اوقات معينه عايز اعملها، مش هينفع برنامج هبوظ، لازم اعمل الحركه دي. طب عشان انقل من بايت لورد مش هينفع، بس انا ممكن اعمل حاجه، انا ممكن اضحك عليه انقل من بايت لبايت، ما هو متاح بشرط ان يكون البايت دوت جوه ايه؟ طب قول لي كده لو ده بايت زيرو عايز انقل لورد 2 احط على بايت كام؟ بايت راح تاني كده وركز فيها، ده بايت زيرو عايز انقل على وورد 2 احط على بايت كام؟ ها لا مش بيت، بايت 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 كام؟ بايت 3. تعال نقراها كده بالهدى وبراحة. لو نقلت اللي بايت 0 وحطيته بايت 3 عادي، ده هو في امر موف جاهز، الان بتاعه بايت 0 والاوت بتاعه بايت 3، سهل جدا يعني. لما نقلته بقى هنا الورد 2 كده كده بيتقر ازاي؟ بايت 3 بعد كده بايت كام؟ بشرط ان يكون بايت 2 ماله؟ خلاص يبقى اللي جوه بايت 3 طلع جوه اللي جوه ورد 2 صح؟ ها؟ تمام ولا لا؟ يبقى كده البايت 0 حطيته جوه البايت 3، دي سهله جدا، امر جاهز جوه البي ال سي. وورد 2 هيبتدي يقرا من اليمين للشمال، فيبدا ببايت 3 بشرط ان يكون بايت 2 فاضي. طب سؤال، اللي جوه ده بالورد 0 واحنا حاطينه على اليمين هنا اهو صح؟ فطلع هو هو من على الورد 2. طب لو قريته من على ده بالورد 0 يطلع هو هو ولا لا؟ ها؟ معلش. تاني، انا نقلت من بايت 0 لبايت 3. فبقى هو هو اللي هنا هنا، صح؟ طب هو هو اللي هنا هنا وهنا ولا لا؟ حتى على الدبل وورد؟ مش وورد واحد، ايه بالاخص حدد اسمه، مش كان وورد، مش وورد حاجه بالاخص جوه وورد زيرو اللي هو مين؟ بايت مين؟ لا احنا كاتبينه اهو بايت مين اللي كان عليه القيمه اصلا؟ بايت زيرو. بشرط لو بايت زيرو كنا عملنا كات قطعنا خلص القيمه من هنا وحطيناها هنا، يبقى اللي هنا هو هو اللي هنا هو هو اللي هنا. لو احنا كنا خدنا كوبي من هنا حطيناها هنا، يبقى اللي هنا هو اللي هنا بس مش هو هو اللي هنا، لان كده راح عمل ايه؟ قراه مرتين، مره هنا ومره هنا صح؟ مقتنعين ولا لا؟ حط لي خلاص، ما امر موف بينقل صح؟ للاسف امر موف في الكمبيوتر معناها كات وبيست، لان بياخد نسخه يعني بيشيلها خالص. امر موف في البي ال سي مضطر ياخد نسخه، ما ينفعش يعمل كات، وهقول لك ليه؟
امر موف البي يعني كلمه موف معناها ينقل، بس هو امر موف البي ال سي مضطر ياخد كابي من النسخه ويروح يحطها في مكان تاني، بس تفضل موجوده زي ما هي. عارف ليه؟ ما هو يمكن الحاجه اللي انا بنقلها دي حاجه ما تتنقلش ما تتمسحش، يعني اخد منها نسخه لكن امسحها لا. تخيل لو دي حاله مفاتيح، تخيل لو دي حاله مفاتيح، يعني ايه يعمل؟ يعني ايه يعمل كات الاقيها مثلا اختفت مع من الهاردوير؟ ده هاردوير ما يتعملوش كات، صح؟ فهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا هعمل لها كوبي. والله عايز تمسحها روح اعمل لها موف بكام؟ بزيرو بصفار، صح؟ لو عملتها موف بصفار يبقى كانك مسحتها. لو مفاتيح، لو قعدت تعمل موف بصفار للصبح لا يمكن ايه؟ يقول لك ما ينفعش، يعني في حاجات معينه ما ينفعش تمسح. انت متخيل كده ان منظر المفاتيح عندك اهو مثلا هنا دول مقفولين، مقفولين، عملت له موف على المفاتيح بصفار هتتصرفها لوحديها عني؟ ده انا اتخض لو حصل كده، هقلع، حاسس ان في حاجه في البي ال سي، هسيب لهم مصنع وامشي، فاهم؟ عفاريت بالظبط في البي ال سي. ففي حاجات هو مش هيقبل ان نعملها يغير قيمتها. زي مثلا مثال تاني، واحنا شغالين هنعمل معادلات، فاقول له بعد اذنك مثلا 8 زائد 2 بكام؟ فيروح قايل لك ب 10. لو انا جيت قلت له لا اعمل موف مكان ال 10 بزيرو، يقول لك لا معلش 8 زائد 2 عمرها ما كانت بزيرو، طول عمرها ب 10. ففي حاجات هو مش هيسمح لي اعدل فيها، محدش هيسمح لي اغير قيمتها. حاله مفاتيح ده واقع ما ينفعش يتغير غير لما يتغير من بره. كاين ده فرص حاجه ثانيه، لحظه بقى، ده في حاله الكوارث، خليه بعدين. كاين تمام؟ حتى الان مقتنعين؟ يبقى طب يعني انا مش في نقطه، هو المفاتيح ايه دخلها بالكلام دوت؟ هو المفاتيح بيت ولا بايت؟ لحظه بقى، هو معلش هو مش 8 بيت بيعملوا بايت؟ يبقى زي ما في مفتاح بيت، التمام مفاتيح ممكن اقول عليهم ايه؟ ال 16 هسميهم ايه؟ ال 32 هسميهم ايه؟ عشان كده يوم ما يكون عندي عطل، اللي فاهم بقى كويس، عنده عطل وعايز يشيك على المفاتيح، الله يكون في عونه لو ناوي يكتب اي 00 اي 01 اي 02. تخيل لو في المصنع فيه 64 مفتاح، ده حاجه بسيطه يعني، لو فيه 64 مفتاح هيكتب 64 جمله عشان يستعلم حد مفاتيح، ولا اولى يقول له عايز اعرف حاله الاي دي 0 والاي دي كام؟ 4. يبقى جاب له حاله ال 64 مفتاح كلهم مره واحده. عشان كده نفس اللي انت شايفه قدامك دوت هيقابلنا لما نيجي نتكلم عن الانبوت وعن الاوتبوت وعن الميركر وعن الفاريبل وعن السبيشال ميركر وعن اللوكال. كل حاجه هناخدها في البي ال سي ميموري لازم هنشوف فيها الكلام دوت. يعني زي ما كلكم كده افتكرتوا ان في حاجه اسمها اي 00 اي 01 اي 02 اي 07، في حاجه اسمها اي بايت 0، في حاجه اسمها اي وورد 0، اي بايت 2، اي وورد 2، اي دبل وورد 0. ما هو الاي بايت 0 كانك بتقول ايه؟ من اي 00 لغايه اي 0 كام؟ هي كانك قلت 8 على بعضيهم، تمام؟ والاي وورد 0 كانك قلت 8 16 على بعضيهم، تمام؟ ولا اي دبل وورد 0 كانك قلت ال 32 على بعضيهم. عشان كده لما يكون في اعطال وعايز اشيك بس بسرعه على الانبوت اشوف اذا كان حاجه غلط ولا لا، اقفلهم بره واقول له فرجني على الاي دي 0. لو لقيت ال 32 كلهم وحايد يبقى مظبوطين، في حاجه في النص بزيرو عني، في واحد مقفول منظر، مقفول بس مش بعت اشاره، مقفول بس بايظ. اوكي؟ نفس الكلام في الاوتبوت، هقول له اعمل لي موديفيكيشن على ال 32 اوتبوت كيو دي 0، تمام؟ ده لو اول 32 اعمل لي كلهم اون، لو كلهم اشتغلوا يبقى صح، في حاجه ما اشتغلتش في حاجه غلط في البي ال سي، في حاجه نقطه في الموديول محروقه مثلا، تمام؟ فهتلاقي الاي، خلينا في المهمين الاول، الاي كيو والام اللي هو الانبوت والاوتبوت والميركر اللي هو السوفت وير ريلي، هتلاقي منهم بيت، طبعا البيت ده خلاص يعني احنا عارفينه كتير يعني، هتلاقي البايت وهتلاقي الورد وهتلاقي الدبل وورد، اي بيت كذا بوينت كذا او اي بايت كذا او اي وورد كذا او اي دبل وورد كذا. لا لا دول ده رمز الانتجر وبيختفي اول ما تكتب الاسم، هوريه لك على السوفت وير النهارده ان شاء الله. هوريه لك على السوفت وير. تمام؟ يعني معلش انا لو عايز اتعامل معاهم مفتاح مفتاح. الاولاني اسمه اي ايه؟ 0.0 صح؟ طب لو عايز اكلمه على الثمانية مرة واحدة اقول له ايه؟ بدل ما اقعد اقول اي 00 اي 01 اقول له اي اي ايه؟ ها؟ اي دول 8، 8 معناها ايه؟ بايت، اول 8 بقى اي بايت كام؟ اللي بعديهم اسمهم اي ايه؟ ها؟ اللي بعديهم اي بايت كام؟ اي بايت واحد، او مره واحده اسميهم كلهم اي ايه؟ اي وورد زيرو. يبقى يا اما اي بايت زيرو وبعد كده اي بايت واحد، يا اما الاثنين اسميهم اي ايه؟ خد بالك هيظهروا عندك ازاي؟ هيظهروا كده جوه البرنامج، لان بايت زيرو بعديه بايت واحد، فكتير جدا هيغلط يروح عامل ايه؟ يقول لك اي 00 اي 01. لا مش كده خالص، يعني دول لو هيظهروا على البي ال سي حاله المفاتيح هو هيمشي بالفورمه دي. الاي وورد 0 ده كده، فين الاي 00؟ ده كتير جدا هيفكر الاي 00 ده والاي 01 ده، لا اي 00 اي 01 اي 02 اي 11 اي 10 اي 11 اي 12 وهكذا.
تمام، اللي هو الطبيعي بتاع البيتزا كل ديجيت لوحده. واضح الجزء ولا لا؟ في حد عنده مشكله في الميموري؟ البيتس هو محتفظ بفكره البيتس ان دايما من الشمال من اليمين للشمال، جوه بقى البايت من اليمين للشمال، جوه الورد من اليمين للشمال، جوه الدبل وورد من اليمين للشمال. هو ده المبدا بتاعه. انا عايز انقل من بايت لورد، مفيش الامكانيه دي، فعشان انقل من بايت لورد ممكن انقل من بايت لايه؟ لبايت. كده هو هيوافق بس من غير ما هو ياخد باله. انا ضحكت عليه، عملت اللي انا عايزه. ما هو كده كده البايت ثلاثه جوه مين؟ فلما اجي اشتغل اقول له خليك مع الورد سيبك من البايت. اوكي؟ رقم واحد قصدك ولا حاجه واحده؟ الدبل وورد زيرو بقى كله بقى بلوك واحد من اول ده لغايه ده. مش فاهم يعني حاجة، كلمني كلمني قول لي كلام. البيان اللي كان موجود في بايت زيرو. تمام. عايزين نقلبه على الورد الثاني مثلا. حلو، عايزين على الورد اثنين. انت عايز تقول يطلع هو اللي على الدبل وورد زيرو ولا لا؟ بشرط لو الحاجة دي عرفت امسحها. يعني من الآخر اصفار اصفار اصفار، يبقى اللي موجود جوه بايت ثلاثة هو جوه وورد اثنين، هو جوه دبل وورد زيرو. لو لسه في اي حاجه هنا او اي حاجه هنا او اي حاجه على الورد زيرو، يبقى الدبل وورد زيرو ما بقاش فيه هو اللي جوه وايت ثلاثه. ما ينفعش. يعني فاهم كده بقى، انا غيرت كده الدبل وورد اللي كان موجود قبل ما هو حسب. هل انت كنت مستخدم الدبل وورد اساسا؟ لو كنت مستخدمه يبقى حرام عليك اللي احنا عملناه ده كله. يبقى ده مش في موف بينقل من بايت لبايت اللي هو ثمان حاجات يرميهم على ثمان خانات. ارمي ثمان تصفار على ثمان خانات كانك عملت فيه ايه؟ مسحت. تمام؟ يبقى انت كده بوظت كل اللي انت عملته بالظبط. حاجه اخيره قبل البريك، اتفضل. يعني انقل الاول وبعد كده ارجع اصفر. اكيد طبعا. تمام. حاجه اخيره كده لو انتوا فهمتوني، لو عايز انقل من بايت والاقيه هو على اوكي، من بايت لدبل، من بايت زيرو لدبل وورد اربعه. ما انا مش مستني الاجابه كده، انا مستنيك بس تفكر فيها، لان انا نفسي لسه هفكر فيها. من بايت زيرو لدبل وورد اربعه ارميها على بايت كام؟ ها ها لا لا بايت 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 سبعة. لحظة أقنعك سبعة. دبل وورد أربعة عبارة عن وورد أربعة، وورد كام؟ ستة. الورد ستة عبارة عن وورد بايت، أنا آسف، ستة وبايت كام؟ سبعة. ارمي على البايت سبعة، يبقى هو ده هو إيه؟ ده صح؟ تمام؟ من الاخر هو ده اللعب اللي في البي ال سي. يعني عايز يعني ده اللعب بجد في البي ال سي. الموضوع في البي ال سي مش مفتاح توالي مع مفتاح توالي شغل لمبه، ده هيتعمل بس مش دي الفكره في البي ال سي. الفكره كلها في الكلام ده. يبقى الانبوت اختصاره اي، الاوتبوت اختصاره كيو، الميركر اختصاره ام. اي 0.1 معناها البيت الثاني في البايت الاولاني. اوكي، يمكن المكان بتاعه في الميموري ما يهمناش النهارده، بس من المره الجايه لما نيجي نشتغل على الميموري مش هينفع نعد ده كله تاني. فخلاص خليك فاكر دايما ان اي 13.4 هو جوه البايت 13، يعتبر البيت الخامس من على اليمين. تمام، وهكذا بالنسبه للميركر وبالنسبه للاوت. سؤال معلش واحد بس كده، هو ايه العلاقه الكومون ما بين المشتركه ما بين اي 0.1 وكيو 0.1 والام 0.1؟ ايه المشترك ما بينهم؟ ده اول بيت، ده لواحد، ده ثاني بيت عشان زيرو واحد. في انهي بايت؟ زيرو. على فكره لو كان الكلام كده صح كان نزل لك مع البي ال سي ورقه بيقول لك عشان خاطر لو استخدمت اي 0.1 اوعى تستخدم كي 0.1 لما هيعملوا ايه؟ هيعملوا كونفليكت في الميموري. لا، الاي 0.1 البيت الثاني في البايت الاولاني، والكي 0.1 البيت الثاني في البايت الاولاني، والام 0.1 البيت الثاني في البايت الاولاني، بس ده ميموري وده ميموري وده ميموري ثانيه خالص، مالهمش اي علاقه ببعض. عشان كده في نفس البرنامج حط الاي 0.1 والام 0.1 والكي 0.1 والفي 0.1 والال 0.1 عادي في نفس البرنامج مش تفرق. اوكي؟ طيب معلومه كده بسرعه، دي اللي هي السي بي يو، دي اللي هي سي بي يو 224، هي عباره عن 14 انبوت و10 اوتبوت، 14 انبوت و10 اوتبوت. طيب معلش كده انا هعمل حاجه غريبه بس مش قوي يعني. 2 4 6 8 10 12 14 كم؟ لا مش 14،
كم؟ صح 16. هو هاردوير خرج 14، لكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن يكون دوت من جوه سوفت وير دازنت اكزيست، لا توجد، مش موجوده، مفيش حاجه اسمها 14 عنده. عشان كده حتى لو منزل سي بي يو في السوق 8 انبوت 6 اوتبوت، لا هي 8 انبوت و8 اوتبوت بس، هو خرج لك بره بس 6 اوتبوت. هي التكلفه سوفت وير ولا هاردوير؟ الهاردوير هو اللي مكلف، يعني كل ان هو ما خرجوش مش حاجه غلط. يعني انا كنت عاتب عليه لو كان عمله في الهاردوير وما حطوش سوفت وير. اوكي عشان كده هنا دول اخر واحد فيهم اي 1.5، لا ده اخر واحد انا شايفه، لكن في الحقيقه كسوفت وير في اي 1.6 وفي اي 1.7. واللي يثبت كده وانس ان انت اشتريت موديول زياده، اول ما توصل هو اوتوماتيك اول انبوت هيسميه اي ايه 2.0، ما هو عشان تاني محجوز خلاص، هو يعتبر موجود. اوكي الاي 1.6 او 1.7 خلاص محجوز موجود، حتى لو انت مش مستخدمه، حتى لو انت مش شايفه بره. وانس ان انت جبت موديول زياده بره، هتلاقي الموديول خد اول ادرس اي 2.0 اي 2.1 اي 2.2. الاوتبوت هنا دول 10، مفيش حاجه اسمها 10، دول كام؟ 16 كسوفت وير. عشان كده الجديد هياخد كيو كام؟ كيو 2.0. اوكي تمام. معلش انا اسف، هو المفتاح ده اوبن ولا كلوز؟ وده انسى الكلمتين دول خالص. ثواني بقى لحظه، بالعكس لسه ما دخلناش في اي حاجه تزعل اي حد من الكنترول. ده كده ايه؟ ده كده ايه؟ لا من اول هنا بقى اظن بعيد عن مشروع البير خالص، يعني نتخانق براحتنا. ده ما ينفعش اقول عليه اوبن، وده ما ينفعش اقول عليه كلوز. صحيح هو شكله اوبن شكله كلوز، وهو في السوفت وير عشان يسميه مش هقول مش يعني مش هيسميه اللي ما بيتسماش، اكيد هديله اسم، فهيقول لك نورمالي اوبن كونتاكت ونورمالي كلوز كونتاكت، بس ده مش اوبن وده مش كلوز. ده سوفت وير، انا ينفع اخليه اوبن وينفع اخليه كلوز، مع ان طول عمره شكله هيفضل ايه؟ اوبن، شكله كده اوبن، بس انا ممكن اخليه اوبن وممكن اخليه كلوز. ده نفس الكلام، ممكن اخليه اوبن وممكن اخليه كلوز، مع ان طول عمره هو شكله كلوز، فعشان خاطري ما تحكمش عليه بشكله، مع ان هسالك كمان خمس دقايق واقول لك دقيقه تروح قايل له اوبن، هو ده غلط. ما تحكمش عليه بشكله خالص، هو شكله شبه الاوبن، والكلام ده مش سيمنز، ده اي جهاز بي ال سي. اوكي وده شكله كلوز بس هو مش كلوز. طب ده ايه وده ايه؟ معلش اظن بس لمده 10 دقايق هديهم اسامي غريبه شويه. ده كويس وبيسمع الكلام وابن حلال، ده ما فيش فايده فيه، خلف خلاف. يعني مش ده مفتاح سوفت وير جوه البي ال سي؟ اكيد مرتبط بمفتاح بره بيكون ايه؟ هارد وير هدوس عليه، لان انا مش هدوس على الشاشه، انا هدوس بره على المفاتيح اللي هي دي مثلا. صح؟ تمام. طيب. عشان كده في بره مفتاح. لو انا سميت دوت اي 0.1 يروح يدور على الحاجه اللي مربوطه على المسمار بتاع الاي 0.1، ده بيسمع كلام اللي بره، اللي بره اوبن يبقى هو ايه؟ اوبن. قفلت اللي بره هو كمان يعمل ايه؟ مع ان طول عمره شكله هيبقى ايه؟ مفتوح، يعني حتى لما يبقى مقفول هيبقى شكله كده، بس هتلاقي اللمبه منوره. اوكي؟ دوت العكس، خلف خلاف، مثلا اي 0.1 بالمره يعني. الاي 0.1 هنا ايه؟ مقفول، يبقى هنا ايه؟ مفتوح، مع ان شكله مقفول، ما تحكمش عليه بالشكل. كده مفتوح يبقى هنا ايه؟ مقفول. فاكر لما قلت لك هنعمل برنامج يبقى المفتاح مفتوح واللمبه منوره؟ عادي، ما هو بيعكس الحاله. اوكي؟ طب في حد عنده اي شك ازاي جاب كهرباء وهي ما فيش؟ لو عندها قول. ها؟ تاني. مش انا عندي المفتاح كده؟ لو دي لمبه في الكنترول انا عامل كده؟ ده الكنترول. البي ال سي لا، البي ال سي انا عامل كده. موصل الانبوت. ادي السي بي يو. موصل الاوتبوت، وهنا في سبلاي تغذيه بتاعت السي بي يو، صح؟ فهو فاهم ان يوم ما انا استخدم المفتاح دوت في البرنامج، معناها لو دوت مش بعت كهرباء انت تعمل ايه؟ تبعت، ولو ده بعت كهرباء انت عامل ايه؟ ما تبعتش. عشان كده ما تستغربش لما نعمل برنامج المفاتيح كلها مفتوحه وبتاع شغال، هو مش غريبه، ما انت ما تنساش ان انت مغذي كهرباء اصلا للسي بي يو. ده بيعكس الاشاره، بيعكس السيجنال. نوت، هو فعلا في البرنامج بيسميه نوت. لا هما اوبن وكلوز، بس خليك فاكر واحد اور. ماشي اوكي، ما علينا، سميه زي ما انت عايز تسميه، المهم انت فهمت انا عايز اقول ايه. فدوت اوبن مش عشان خاطر شكله اوبن، ده اوبن عشان اللي بره اوبن فهو سمع كلامه. صح؟ ده اوبن مش عشان خاطر شكله اوبن، ده اوبن عشان اللي بره اوبن وهو بيسمع كلام اللي بره. ده ايه؟ كلوز عشان سمع كلام اللي بره واللي بره كلوز، صح؟ اللي بعديه مثلا دوت اشوف اللي بره ايه الاول؟ اوبن يبقى هو كلوز. ده اللي بره ايه؟ اوبن. اللي بره كلوز يبقى هو ايه؟
اوبن. انا باخد النهائي، انا هنا مش بسرعه ده، انا هنا بتكلم على كونكلوجن كله على بعضه من الاخر يعني. كاين ها واضحه ولا لا؟ ها ها تاني المفتاح دوت ما تقولش عليه اوبن، وده ما تقولش عليه كلوز. هو في المسميات انا من المحاضره الجايه ستاني هقول عليه اوبن وكلوز، بس دلوقتي عشان ما حدش يتلخبط، ده بياخد نفس حاله اللي بره، ده بيعكس حاله اللي بره. يعني لو اللي بره اوبن يبقى هو اوبن، لو اللي بره كلوز يبقى هو كلوز، مع ان شكله هيفضل زي ما هو كان. ده عكس اللي بره، لو اللي بره اوبن يبقى هو كلوز، لو اللي بره كلوز يبقى هو اوبن. اوكي، لغات البرمجه في البي ال سي، في لغات تكست بالكتابه، في لغات جرافيك بالرسومات، في لغات للتفكير. اللغات التكست زي الستمنت ليست والانستراكشن ليست، كلها كتابه، هنشوف شكلها دلوقتي. اللغات الجرافيك زي اللادر والاف في دي. اللغات التفكير زي السيكوينس تشين والجراف سيت. الافضل لاي حد درس كنترول يعني، والافضل لينا هيكون اللادر. الافضل للناس اللي كويسه في الالكترونكس الاف في دي. الافضل اللي كانوا شغالين بالسي بلس بلس وبالكتابه ستمنت ليست او انستراكشن ليست. طالب من طلبه المعهد مش هينفع اديله، صعبه جدا موضوع اللادر بالنسبه له. الاول ببدا معاه بحاجه اسمها سيكوينس تشين وجراف سيت، دي مش لغات برمجه، دي لغات تفكير تخليه يوصل للفكره، وبعد ما يوصل لها يروح عامل ايه؟ يحولها اللادر او الاف بي دي او الستمنت ليست. اوكي، ممكن اديكم فكره عنها بس بالنسبه لكم ما لهاش اي لازمه بالنسبه لكم، لان كده انت هتفهم انا قصدي لما اقول لك موتور اتجاهين انت متخيل اسانسير حتى لو انت مش شايفه، بس انت فاهم انا بقول ايه. اوكي، الطالب مش قادر يفهم الكلام ده، طالب عايز تقول له خبط في الباب نهايه، يبتدي يعد زمن ويروح قافل الباب، بعد ما قفل الباب يبتدي يحرك عايز تقسمها له كده عشان يفهمها. اوكي، عامه ممكن يبقى ناخدها كفكره يعني كمعلومه. ده الشكل بتاع اللادر. ليه هنتكلم باللادر؟ لان من غير ما اشرحه كلكم عارفين الاثنين دول ايه؟ توالي، صح؟ ده مع ده توازي، اللي في الاخر ده يعتبر ايه؟ خارج، رغم ان انا ما شرحتوش عشان متخيلين الكنترول، وده شبه الكنترول. الاف بي دي لا، كل لوجيك جيتس اند اور نوت اكسور نوت. اوكي، الستمنت ليست كلها بالكتابه، اللود داتا الاي 0.0 اند مع الاي 0.1 يشغل كي 0.0. اوكي، فين سيمبل دي؟ ستمنت ليست. اوكي، اللغه الاسمبلي هي اسمبلي او ستمنت ليست او انستراكشن ليست. تمام، لود داتا الاي 0.0 اند يعني بالتوالي مع اي 0.1 ايكوال يعني يشغل كي 0.0 وهكذا. اوكي، اغلبيه يعني مصر اغلبيتها لادر، اوروبا اغلبيتها ستمنت ليست. اوكي، يعني اغلبيه اوروبا كلها شغاله ستمنت ليست مش شغاله بلادر. الاغلبيه اللي احنا هنا في مصر بلادر. اوكي، امريكا بلادر. ده الشكل بتاع الجراف ست، ستيبس متقسمه خطوات، لو حصل كذا روح اعمل كذا، لو هقول مثلا اي حاجه، لو الباب فتح لغايه الاخر ابتدي اقفله، لو قفل ابتدي عد زمن وبعد كده افتحه تاني مثلا، بعد ما قفل عد 5 ثواني وبعد كده ابتدي اتحرك. اوكي، فاتقسمت ستيبس، بعد كده اقدر اجيبها لاي حاجه زي اللادر او الاف بي دي. عامه هم اذكياء برضه، لما لقوا ان الجراف ست عليها اقبال عملها لك بفلوس، قال لك انا ممكن لو اشتريت مني باكج اخلي البي ال سي يفهم الجراف ست. يعني في الاي 7300 عملها دي باكج بتتباع في النسخه البروفيشنال يخلي البي ال سي يفهم الجراف ست. اوكي، السيكونشال تشين لا، السيكونشال تشين هي برضه ستيبس، لو شغل لو حصل كذا شغل، بعد ما تشغل روح على الخطوه اللي بعدها اعملها ست، وبعد ما يحقق الخطوه دي رجع يفصل الخطوه اللي قبليها. ستيبس خطوات. اوكي، بس دي على الورق، وبعد كده لازم نحولها لحاجه البي ال سي يفهمها برضه. عملت البروجرام بتاعك عن طريق بروجرامينج ديفايس، داونلود عن طريق الكيبل، هينزل على البي ال سي على الميموري اللي هي الرام. الكونتاكت اللي كلمنا عليها لغايه هم اتنين بس، لسه في ادي دول 10 مرات هناخدهم اثناء الكورس بتاعنا. عامه الاوبن والكلوز زي ما اتفقنا، خليك فاكر ان الاوبن بيسمع كلام اللي بره والكلوز بيعكس حاله اللي بره. دول مفتاحين توالي مثلا. اوكي، لو واحد منهم اتحقق، حد عنده مشكله في قرايه الدياجرام؟ الدياجرام نقولها بسرعه كده. الدياجرام متقسمه لجزئين، جزء هوريزونتال وجزء فيرتيكال. الهوريزونتال معناها في زمن بيمر، الفيرتيكال معناها اون واوف. يعني فضلت فتره مش دايس، بعد كده دوست، فضلت دايس لفتره، بعد كده شلت، فضلت شايل لفتره. لما دوست على الاي 0.0 قفلته، بس الاي 0.1 ما كانش متداس عليه، يبقى الاوتبوت ما كانش شغال. لما كنت دايس على الاي 0.0 ودايس على الاي 0.1 الاثنين بتداس عليهم، يبقى الاوتبوت جرى له ايه؟ اشتغل. واحد منهم فصل، يبقى الاوتبوت جرى له ايه؟ يفصل. تمام؟ لا لسه محاول فكره وبعد كده نرجع كل ده تاني. الاوتبوت انستراكشن هو الاوتبوت العادي زي فكره الكنترول، تدي له اشاره يشتغل، تقطع الاشاره يفصل. عشان كده في الكنترول كنت بتعوز لاتش، يبقى برضه في البي ال سي هتعوز لاتش لو عاوز التعويض. دوت اي 0.0 بيشغل كي 0.0،
مقفول اشتغل، مفصول فصل، مقفول اشتغل، مفصول فصل. اوكي، الا لو كان في نقطه تعويض. البي ال سي حل محل دايره الكنترول، يعني البوش بوتنز اللي عندك سواء الستارت او الستوب، نورمالي اوبن او نورمالي كلوز ايا كان، هو دخل على البي ال سي، الوايرنج تم جوه البي ال سي، وبعد كده خرج على الاكتويتر اللي عندك اللي هو الكونتاكتور مثلا او الريلي، ومن الكونتاكتور راح لدايره الباور. فالبي ال سي يعتبر بيحل محل الدايره دي، لكن الباور زي ما هو موجود. ده كده ده الام بي ال سي، الباور زي ما هو موجود. في مشكله في الجزء دوت؟ هعمل اول تمرين معاكم، وبعد كده اللي بعديه تعملوه انتوا. وهكتب المسميات بالبي ال سي على طول. يعني اي 0.0 مثلا، اي 0.1، كيو 0.1، كيو 0.1. ده لو عايز اعمله بالبي ال سي، عشان ما تتلخبطش دايما تعالى على جنب واعمل كده. ادي البي ال سي، ادي الاي 0.0، ادي المسمار بتاع الاي 0.1 على الاي 0.0، حطينا مسمار نورمالي كلوز على الاي 0.1، حطينا نورمالي اوبن. دوت هعمل بيه ستوب، ده هعمل بيه ستارت، صح؟ الدايره دي اللي ما عكستش حاجه، بس عكس ده لسه ما دخلناش في البي ال سي. ده كنترول، ده كنترول كده. انا هجيب استاذ البير هنا. ستارت يشغل كي 0.1 الكونتاكتور، تمام. ستوب هيفصل الكونتاكتور. طول ما الكونتاكتور شغال في نقطه التعويض اللي هو عاديه خالص، مش في الكونتاكتور. كي 1 ام كان هنا، كي 1 ام في الكونتاكتور كنت بسموها كي 1 ام، كي 1 ام، كي 1 وكي 1، صح؟ هنا كي 0.1 يبقى كي 0.1، كي 0.5 يبقى كي 0.5. نفس الفكره، عايزه عايز التوتوس يشتغل، تشيل يفصل، لما تحطش نقطه التعويض. هو انا لغايه دلوقتي ما رسمتش بي ال سي، ده كده كنترول، فاهم؟ اوكي، عشان ما تلخبطش نفسك روح على جنب واعملها كده. عشان اللي جاي دلوقتي، انا عندي الاي 0.0 نورمال كروز هستخدمه في الستوب، والاي 0.1 نورمال اوبن هستخدمه في الستارت. من اول هنا بقى خد بالك، انا عايز ارسمه بالبي ال سي دلوقتي. عشان اعمله بالبي ال سي، طب مش هيبقى موجود، هنشوف فكرته، بس خلينا اول حاجه سيمبل الاول. صح ولا اعكسه؟ ده مفتاح الايقاف. ها مش فارقه معايا حسب ولا لا؟ طب لا فرقه، انا هرسمه لك، فقول لي، قول لي اعكسه ولا لا؟ اعكسه. ها زي ما هو، لا زي ما هو. هو انت عايزه يبقى ايه؟ عايزه يبقى مقفول ولا مفتوح؟ هو كده مقفول، لان كده بيسمع كلام مين؟ اللي بره، ولا بره اسمه، ولا بره الاي 00 مقفول ولا مفتوح؟ مقفول، يبقى هو مقفول. انت بصيت على شكله. ادي واحد مفتاح التشغيل. لحظه واحده بس، لحظه واحده يا باشمهندس. مفتاح التشغيل اي 0.1 زي ما هو ولا عكسه؟ مش مفتاح التشغيل الصح انه يكون اوبن؟ عايز الطلب ده، هو اصلا جاي اوبن، فانا موافق عليه. مفتاح ايقاف لازم يكون كلوز، مصنعها ما هو كده كده كلوز، انا موافق عليه. اوكي، بنفس الاسم، وادي ده الشكل بتاع الاوتبوت كده. البرنامج ده هو البرنامج ده. لا لا، ده في ال 7300، في مش في ال 7300، في ال جي بيعمل الحركه دي. اوكي، في ال 7 لا. ها تاني من الاول. دايما احنا عمرنا ما هنرسم ده، انا رسمتها بس يعني دي اول رسمه واخر رسمه هنرسمها كنترول في البي ال سي في الكورس ده. دي اول، مش هرسم تاني، لان مش هينفع دايما ارسم في حاجات مش عارف ارسمها بالكنترول. اوكي، عشان اعملها بالبي ال سي بعد كده. فدايما فكر في الحته دي، انت عندك مفتاح اسمه ايه؟ حالته ايه؟ هتعمل بيه ايه؟ المفتاح اسمه ايه؟ حالته ايه؟ هتعمل بيه ايه؟ اي 0.0 نورمال كلوز هوقف في، طب ما هو الطبيعي بتاع الايقاف ان يكون نورمال كلوز، انا موافق. اي 0.1 نورمال اوبن هشغل بيه، الطبيعي بتاع الستارت ان يكون نورمال اوبن، فانا موافق. يعني دوت بعد اذنك لو سالتك ده ايه او ده ايه، قول لي ثواني لما ابص هناك، ما تقوليش ان هو اوبن، لان انا ما اعرفش. عشان كده مش هيحصل ابدا،
مش هيحصل ان حضرتك تديني الامتحان الفاينل بتاع الكورس من غير ما اكون كاتب لي على جنب حته المفاتيح ايه. مش هعرف هخليهم يتصلوا بيك تيجي تاني تصلحه معايا. مش هعرف على الواحد فعلا. لا يمكن اديك تمرين غير لما اقول لك المفاتيح عندي ايه. لا يمكن اروح اعمل برنامج في مصنع غير لما اعرف المخزن عندهم المفاتيح اللي موجوده ايه. مش عشان خاطر اقول لهم لا غيروها، لا عشان اعرف بس اكيف اذا كنت هاخده زي ما هو ولا اعكسه. يعني من الاخر من ضمن الاسئله بتسال في الانترفيو في المقابلات في الشغل يقول له بعتنا واحد، دي كده سالت لواحد من الناس اللي خدوا كورسات هنا، بعتنا واحد يجيب المفاتيح غلط وجاب كله كلوز، عايزين نعمل تمرين الفلاني ينفع ولا نخليه يبدلهم؟ ينفع. ينفع لو قلت له يبدلهم يقول لك خلاص من قبل ما تشتغل هيمشيك. ينفع لان اللي انا موافق عليه هاخده، اللي انا مش موافق عليه اعمل ايه؟ يعني لو في 2013 عملوا ديسكاونت خصم على المفاتيح الكلوز هات كله كلوز واشتغل كلوز مش فارق. صح تمام. يبقى المفتاح اللي موافق عليه هاخده زي ما هو، لو المفتاح اللي بره ما ينفعش هعمل فيه ايه؟ هعكسه. حد عايزين ال دي؟ هو يفضل انه عشان ده اللي هنجربه على البي ال سي. اه عشان ده اللي هنقول لك جرب على البي ال سي هنجرب دي. هنشوف دلوقتي بس لحظه. في بس ملحوظه معلش، لما تقوموا تجربوا على البي ال سي ما تنساش ان احنا اعتبرنا ان دوت ايه؟ كلوز. تمام؟ احنا عندنا المفاتيح بتظبطها زي ما انت عايز، يعني انت بتظبطها على البوزيشن اللي انت عايزه. فما تنساش قبل ما تبدا تكون مظبط المفاتيح على اللي انت برمجت عليه. في الواقع هيكونوا كده 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 متظبطين، هو كده كده كلوز او كده اوبن. هنا احنا عاملين مفتاح يشتغل على الحالتين. فدي الغلطه اللي كتير هيقع فيها، اظبطه الاول على اللي انت عايزه وبعد كده ابدا اشتغل.